السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا، كيف حالك؟ الحمد لله أنا بخير. الله يرضى علينا وعليك يا رب. أنا كنت كلمت حضرتك وقلت لك إن أنا مسافر معايا تأشيرة سياحة، وقلت لي هروح في المقيط، بس أنا دلوقتي الكام يوم اللي قبل عرفة دول عادي ممكن بقى أغتسل وأتطيب ولا لا؟ لا تتطيب، أنت محرم. تمام. الله يبارك. أما الاغتسال فلا بأس. تمام. طب أنا ممكن أستخدم فيه صابونة في الصيدلية كده؟ لا، بدون طيب، صابون بدون طيب لا بأس. تمام. الله يبارك لنا فيكم. حياكم الله.